حنا في منتصف الولاية التشريعية، كان قبل منها الهاونة شي ست شهور ولا عام وما تيدو على التعديل الحكومي، ما التعديل الحكومي ما عرفش أنا كيفاش بنادم يفتي في أشياء بالخيال وماشي حنا تلاقا من مسؤوليتنا ونقولها بكل مسؤولية. خسمعت من الإخوان كلام قوي وقاسي فيما يتعلق بالحصيلة، حصيلة فريق اشتراكي ديالنا لا في مجلس النواب ولا في مجلس المستشارين لا شك أنهم سيشتغلون عنها، وغادي ما نسبقش على الأحداث ونتذكر بشأنها. لكن إضافة لما قاله الإخوان، حنا هاد الحصيلة في المنطلق نبهنا أن داك التغول راه غادي يضرب البلاد. حنا الحصيلة نقولها لكم في عامين ونص، الأوراش هي أوراش كبرى، بغينا ولا ما بغيناش، ما خشين نديرو بحال شي وحدين كيخفيو الشمس بالغربال. الأوراش أوراش كبرى علاش؟ لأن جلالة الملك من كوفيد اختار اختيار الدولة الاجتماعية ووعى قبل غيره في العالم بأنه لا بد أن تعطى. دابا اللي جاي في هذه الحصيلة رئيس الحكومة يتحدث أن الأولوية اليوم لما هو اجتماعي، وراه غادي يكون مخر بزاف باقي ما عاقش. راه جلالة الملك عطى الأولوية لما هو اجتماعي، لا في محاربته لكوفيد ولا في دعم صمود الشعب المغربي اللي كان مقفل عليه باش يبقى، ولا في الفلاحين اللي بقوا في الأرض. بقوا في الأرض ما حسيناش بأننا في الحاجة إلى شيء، ولا في البحث في استراتيجية الماء باش ما توصلش للعطش، ولا في البحث. إذن هناك أوراش كبرى. هاد الأوراش مع كامل الأسف ما وقعش الاستيعاب بأن لنجاح هاد الأوراش كان خاص كل مكونات المجتمع. شنو هي كان خاص كل مكونات المجتمع؟ ما كانش هادو خصهم يتجمعوا في دهاليز الظلام ويقولوا أجيو نسدوا، لأن تنعرفوا أجيو نسدوا على جزء من المجتمع. شنو هو هاد الجزء من المجتمع؟ هي التعبيرات السياسية والنقابية والمدنية والاجتماعية اللي كلها ولات أوت، وجا التغول ووزع الجهات، دخل أربعة هذا الأخر أربعة هكذا، ووزعوا المدن الكبرى ووزعوا العموديات وداروا، وداك الشيء داروه بعنف. نقدر نأكد بأن داروه بطريقة اللي فيها العنف، ولو العنف الأدبي هي في إقصاء كل التعبيرات السياسية الأخرى. طبيعة الحال يد وحدة ما يمكنلاش تصفق. شنو معناها؟ معناه أنك في المعارضة لمدة 5 سنوات ولا 6 راك خصك تبقى تتنتظر. ما كانش إلا وحتى المقاعد أو المحلات اللي فزنا بها بعد جهاد ونضال وعمل كذا، كانت ونقولها لكم بكل مسؤولية، كانت بفعل واحد المجهود كبير اللي غير أفشل. أما كانوا عوالين يديو كل جماعات في المغرب ويديو كل بلديات وكل حواضر وكل جماعات القرم. طيب دار هذا التغول، ورغم ذلك تلاقا من مسؤوليتنا الوطنية من الكبدة على هذه البلاد، قلنا غادي نمارسوا معارضة مسؤولة. هاد المعارضة المسؤولة ما يمكنش نوقفوا حنا ضد الدعم المادي المباشر، ما تيمكنش نوقفوا ضد الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، ما يمكنش نوقفوا ضد التغطية الصحية تشمل هاد العدد 11 مليون اللي ضافت ديال المواطنين اللي ضافوا الاستفادة من التغطية الصحية. ما يمكنش نوقفوا ضد واحد مجموعة الأوراش الكبرى، لكن
من موقعنا كمعارضة ولينا دايرين دور الرقيب ودور المتابع ودور المحاسب لهذه، حتى هذا الدور التي أعطيه لا الدستور ولا بناء هذه الدولة القوية، مع كامل الأسف وقعت مواجهته من طرف هؤلاء وإضعاف المؤسسات. أشنو غادي يؤدي إضعاف المؤسسات؟ إضعاف مؤسسات الدولة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إضعاف الدولة. إحنا في الاتحاد فكرنا، وتذكرون أنه في أكتوبر كان لنا البيان للمكتب السياسي الواضح، وتذكرون أننا في المجلس الوطني دعونا إلى جبهة عريضة تكون فيها كل القوى المدنية والاجتماعية اللي ولات على الرف والسياسية. في هذا الإطار انفتحنا وقلنا عاوتاني داك اليسار اللي باقي تعيش الضعف، حنا ناخذوا المبادرة مرة أخرى وندقوا على الجميع من أجل جمع الشتات. دينا هذا المسلسل باش نجعلوا لهذا المسلسل شي معنى، طرحنا فكرة ملتمس الرقابة. وأستغرب مني ما تلقى ما يقول ولكن لا، هادو قالوا ملتمس الرقابة بلا ما يتشاوروا معنا. كاين شي مشاورات أكثر من أننا طرحنا الفكرة، ماشي ما مشيناش نتفدنا، طرحنا ملتمس الرقابة. اسمحوا لي ملتمس الرقابة غير باش نكون واضحين، في الديمقراطيات الغربية يوضع في السنة مرة ومرتين في كل البرلمانات. حنا راه من الستينات حتى التسعين عاد توضع ومن التسعين إلى يومنا شحال هذا، وهذه البلاد الديمقراطية السياسي اللي يمكن تعطي مصداقية أكثر للمؤسسات اللي تخلي الرأي العام الدولي تيقول بالفعل في المغرب كاين ديمقراطية وكاين نقاش حقيقي بين المعارضة والأغلبية. حنا رفضنا واحد الحاجة هي تتبان اليوم، يا كان هذه يومين وثلاث أيام خطب السيد رئيس الحكومة، خطب علينا ساعتين ونص هو تيهضر غير زوينة حتى حاجة ما خايبة في البلاد. وحنا موضوعيين، حنا تنقولوا هذه راه هي زوينة هذا الورشة تفتح، ولكن كاين خايب 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 خايب، هاد خايب خايب ما بقاوش باغيين يسمعوها. هضر ساعتين ونص ما كفات شي، وهضر كاع القنوات دوزات مباشرة والإذاعية والتلفزية، أما خلاص ديك المواقع التي تعرفون هدفها ومبتغاها بعض فيها ولا بالراح. أنا تنعقل المواقع تتقرص، تتشد في الحكومة وتجلس تقرص هنا وتقرص هنا، دابا ولات تتقرص في جهة أخرى. لا غير قرصي. مع كامل الأسف، طيب زادوه ساعة وزيادة في حوار خاص، جابونا سالت هاد الساعة ما كملش هادشي، جابوا الناطق الرسمي ديال الحكومة إلى نشرت الأخبار، الوزير بيتاس سالوا من بيتاس، وشوفوا هاد البلاد كي دايرة، وما يدوزوا لشي برنامج ديال شي واحد تا هو سميتو الرمضاني، دوزوه في دوزيام جايب هزل كلهم هادو البندير، كل شي زين في هاد البلاد. وبالله عليكم زعما العالم ما تيشوفش، شحال هادي باش هضرت يا رئيس الحكومة سمعنا شي صوت معارض، جبتو شي رئيس فريق ياك خطبتي قدام البرلماني، وجيب لنا شوية السي عبد الرحيم شاهين والسي يوسف أهدي وجيب لنا ديال الأحزاب الأخرى ونسمعوا الرأي الآخر، وإلا تنكونوا في دولة الصوت الواحد. هذا الشيء اللي كنا ما باغيينش، ولذلك طرحنا ملتمس الرقابة. على ملتمس الرقابة كنا نطيحوا به حنا الحكومة، عارفين الدين هما الثلثين هما حتى داك الشيء اللي عندنا، بداو تيتعبروا عليه، بغاو يمدغونا بحال اللي بداو تيقلبوا في المعارضة، شكون اللي يمكن يكون هش شوية ولا نقاش حتى دستوري
هنا أتكلم تحت رقابة الذين مروا في البرلمان، يعني النسبية واضحة، توزيع لا في المكتب ولا اللجان. دابنا منذ أن أنا في 93 وأنا في البرلمان، دابنا منذ أن كنا في البرلمان أنه تنجي فريق الأول يختار اللجنة اللي يبغى، الفريق الثاني يختار اللجنة الثالث، حنا الفريق الرابع. من جينا بغينا نختاروا اللجنة اللي بغينا، لا نديروا التصويت ونديروا كذا. وكيف؟ والله الجواب الوحيد اللي درنا على هاد العبات هو السكات. افعلوا ما شئتم، حنا الله يجعلنا يبقى عندنا غير فريق والرئيس ديالو. اما الى حتى الهيكله غادي تحكموا فيها، مع انه كاين دستور وكاين قانون، ويمكن هداهم الله ورجعوا عن غيهم كيف ما تكلم السي عبد الرحيم ورجعت الامور الى نصابها. اذا في هذا منتصف الولايه اعاده الهيكله بما يعتريها من اختلالات، انا للتاريخ وغنقولها هنا، فيما يتعلق بتشكيل المكتب كنا ضد قرار المحكمة الدستورية. معناه أن مجلس النواب اختار بالتوافق وبالإجماع أو شبه الإجماع، اختار أن يخرق القانون، وما كاينش شي حد يمكن يخرق القانون. القانون صريح وواضح، وقرار المحكمة الدستورية واضح في هذا الشأن، وما تنفذش غير باش تعرفوا المشاكل والصراعات اللي تناخذوا. اليوم حنا لجنة العدل والتشريع، لماذا لجنة العدل والتشريع؟ راه ما غتزيدناش حنا لجنة العدل والتشريع، لأنها في انسجام تام مع معركتنا فيما يتعلق بالحفاظ على المكاسب والحقوق وفي الدفاع عن الحريات. ها قوانين غدوس، قانون المسطرة المدنية غدا وبعد غدا غادي يتم ذبح، إلا ما كناش حاضرين غادي يتم ذبح حقوق الدفاع، غادي يتم ذبح ديال واحد المجموعة ديال القواعد اللي ربحناها بفضل تضحيات شعبنا ومناضلينا وأطرنا. راه الأشياء إلا خليناها تمر، على الأقل إلا قلنا اللهم إن هذا منكر وفضحنا، غادي يديروا شوية الحذر ديالهم وغادي يحبسوا. ما سيمر في لجنة العدل والتشريع كان يستدعي أن نعض بالنواجد على ضرورة تطبيق القانون وعلى احترام الدستور، وأن تكون لجنة العدل والتشريع لصالح الحزب الأول في المعارضة. حنا ماشي تنسعوا شي حاجة، هادشي عطاهنا دستور وعطاهنا قانون، ونحن الحزب الأول في المعارضة وكان من حقنا كذا. ثانيا احنا عندنا مشروع مطروحة غدا، مدونة الأسرة مطروحة غدا وبعد غدا، ما تعرفه انتخابات من زوير وزيف وارتشاء ورشوة، خصنا هاد القوانين تجي نذكروا فيها. مطروحة غدا وبعد غدا التداول في القوانين لتنظم هيئات الحكمة حتى لا تزيغ عن عملها وتقوم بواجبها كما فكرنا فيه الوقت اللي طالبنا بالإصلاحات الدستورية. هذا هو اللي مطروح، ولذلك اعتقدنا وآمنا بأن عندنا دور فاد كذا. لذلك فيما يتعلق بهذا الشيء اللي داز، أنا بغيت باش نعطي هذه التوضيحات. اليوم كاينة الحصيلة الحكومية كما قلت، وهذه كل نقاش فيها غير باش تعرفوا. دابا راه دوزوا شي 6 سوايع ولا 7 وما تيهضروا غير على الحصيلة. عرفتوا شحال قرروا السي عبد الرحيم شاهي؟ شي ربع ساعة ولا ثلث ساعة، وما يهضروا كاع هذا الوقت. وانت ملي تجي تعارض ومن تجي تعبر ومن تجي كذا عندك ربع ساعة ولا ثلث ساعة. ها علاش كذلك كنا باغيين ملتمس الرقابة لتنقلب الأمور. معارضة هي التي تأخذ حصة الأسد، هي اللي تطرح الملتمس، هي اللي تدخل وتتولي الحكومة مسؤولة
ماشي تجي دير لي الشعر وتقول لي العام زين وكل شيء زين، لا غتجي باش تجاوبني على هذه وعلاش ماشي هذه وعلاش هذه. هما وعاوب هذا الشيء، ومع كامل الأسف المعارضة كانت هشة، وكانت الأنانيات اللي فيها واللي كذا لم تسعف في أن يلتقط هؤلاء الإشارة التي بعتناها. ولكننا راشنو يتبدأ يقولوا فشل من غدا السعد الراحي بدأ بالتوقيع ديالك ويوقعوا أعضاء الفريق، وها نحن أمام الشعب المغربي كسي دابا ما بقاش الاتحاد الاشتراكي، ها نحن نضعها لائحة مفتوحة غير توصل الخمس ديال التوقيعات نجيبوا هذا السيد رئيس الحكومة من بعد ما يسالي من هذه الحصيلة نجيبوه. خص ملتمس الرقابة يضل مشروع وبطلب مفتوح وقت ما توصلنا إلى خمس النواب يتقدموا بهذا الطلب خاصنا نحطه. لذلك احنا ما عندناش شي هم ولا كذا الا هم الوطن. طيب احنا تبعنا وجايه كذلك هاد السياقات هي سياق الحوار الاجتماعي، وها انتم راه غير لا تبعتوا حتى هو في الحصيله راه لم يعد بشيء، راه الحوار القطاعي كما اسلف الاخ عبد الصادق متقدم جدا، لا في العدل ولا في الصحة ولا ربما بدأ في الجماعات. وهذا الحوار القطاعي شكون اللي واقف دابا ضده؟ عدم انسجام الحكومة وعدم اتفاقها. ها اللي تنقولوا ملي تنقولوا راه هاد الناس راه مجموعين غير على ضدنا غير ضد، اما شي انسجام على السياسات العمومية. ولذلك لما سئل رئيس الحكومة فهد أنا حاولت نفهم، تأكد لي أنه وبدأت يهضر على الإكراهات والإمكانيات ديال الدولة، وراه ما يمكنش من الحل اللي وصلت إليه في التعليم لا يمكن إلا أن يكون هو الحد الأدنى المطلوب لكافة القطاعات العمومية. عاد نشوفه بالنسبة للقطاع الخاص وكذا في إطار الحوار مع السجام، ولكن ما يمكنش لأن القفة ما كايناش القفة ديال رجل التعليم، كاين القفة ديال رجل الصحة ولا الموظف ديال كذا، هي قفة واحدة كيمشي يشريها الجميع. ولذلك سلم الأجور تروح ومتروح، ونحن بنفس الطريقة اللي عبرت عليها الأخ عبد الصادق لا يمكن من خلال هذا المجلس الجهوي إلا أن نكون مع كافة المطالب ديال الشغيلة اللي خرجت في نضالات والإشارة لها بكل واحدة على حدة. إذن هذه باش نبقى في الحصيلة ماشي اللي أناقشها، غادي نناقشوها لإخواننا دابا تنهدر فقط. هذه الحصيلة جات باش جات بناء على واحد الأكذوبة بداوها لنا مني بغاو يبداو التغول مني بغاو يبداوه، قالوا لنا أسيدي هاد السياسيين قهروا البلاد، ولذلك خصنا شي حكومة ديال رجال ونساء الأعمال لتدبير الحكومة واللي غتكون قادة حل المشاكل، لأن من ينجح وبروها قالوا اللي تينجح في تدبير شركاته وأمواله وعقاراته لا شك أنه سينجح في تدبير شؤون البلاد بإكراهتها المتنوعة. هذا هو الخطاب اللي حاولوا ينطالي به على الشعب المغربي. ولكن شنا من بعد عامين ونص كما ياه كاين الأوراش وأهميتها وكذا، ولكن راكم حققتوا أرقام قياسية خطيرة في البطالة، حققتوا أرقام قياسية خطيرة في الهشاشة، حققتوا أرقام قياسية بالمقارنة مع كل تاريخ المغرب فيما يتعلق بالمديونية. إيوا طيب مني وقع ما وقع ها هما ما بقاوش رجال الأعمال ونساء الأعمال قادرين على حل هذه المشاكل. دابا ولينا تنقراو في الصحافة بأن السيد رئيس الحكومة وهاد رجال الأعمال باغين يفوضوا
الاختصاصات ديالهم لمن؟ المكاتب الدراسات. وسمعنا ان اللي هي معاهم هذه الحصيله هو مكتب دراسات. وتنسمعوا دابا ان القضيه ديال البطاله معروضه لمكتب دراسات اللي هو غادي يقدم لهم اقتراحات باش يعالجوا. ايوا فين هذا النباهه وهذا التفوق ديال هاد الناس؟